السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة وإطلالة جديدة على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق. وخليك في البيت، خليك في البيت في كل ما يتعلق بالكورونا من أعداد جديدة متزايدة كل يوم، زي ما نحن متابعين مع وزارة الصحة الاتحادية، وكل ما يتعلق من الأمراض المزمنة وعلاقتها المباشرة بالكورونا، كيفية الوقاية وكيفية العلاج إن وجد، ولكن العلاجات البلدية عندنا متوفرة في بيوتنا، وكيف ممكن نحمي المجتمع، نحمي نفسنا وأسرتنا وكل المجتمع عموما من الانتشار المجتمعي الكبير جدا لهذا الفيروس الخطير الدمر، نقدر نقول أو مش دمر، في محاولة لتدمير واضحة للدول حتى الكبرى جدا المستقرة اقتصاديا وصحيا. ده بيدل على خطورته، لأنه بيصل مرحلة ما بتعرف هو أصلا دخل كيف، جا كيف، ممكن يطلع 200، ممكن يعمل فيكشنه، ممكن تتعافى سريع، ممكن ما يكون عندك أعراض، ممكن تظهر عليك أعراض قوية، ممكن لا قدر الله تحصل الوفاة، ممكن تاخذ علاج فترة طويلة جدا من الزمن، ممكن ما تاخذ زمن. كل حاجة متوقعة من الفيروس الخطير ده، فبالتالي كل اللي بنقدر نعمله ونقدمه لنفسنا في الفترة دي إنه نقعد في البيت، ده كل اللي بنقدر نحن نقدمه. من كده جات فكرة البرنامج. وزارة الصحة الاتحادية بالأمس طلعت التقرير اللي هو ليوم الاثنين الماضي. الأيام دخلت في بعض لأنه في ضغط كبير جدا على المعمل. يبقى يوم الأمس اللي هو قبل 8 ساعات كان التقرير ليوم الاثنين طلع 18 مايو، ظهرت فيه 410 حالة، 410 من الحالات للمصابين ليوم الاثنين فقط، منهم 10 وفيات، اللي هي 10 وفيات ممكن تكون من الأعداد السابقة، 23 هم اللي اتعافوا، 410، يعني قفزنا من الميات فجأة ل 300، وصلنا 400، ده رقم يوم واحد فقط اللي هو يوم الاثنين. عدد الحالات الإجمالي منذ بداية ظهور الكورونا في السودان 3138، 3138، الوفيات 121، ربنا يرحمه إن شاء الله، المتعافين 309، 309 هم المتعافين. بعد ما صدر التقرير طلع تنويه أيضا من وزارة الصحة بأنها سجلت، اللي هي من سجلت لولاية نهر النيل 6 حالات جديدة، يعني مسافة ما التقرير هو طلع كان في حالات جديدة أخرى ظهرت وتمت إضافتها. ده يوم الاثنين، لسه نحن في انتظار تقرير يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس اللي هو اليوم. ما طلعت الأعداد لسه. ده ورينا إنه نحن واصلين مرحلة من الخطورة يا جماعة، المفروض يكون في يعني المفروض الناس تخاف، المفروض الناس تعمل حساب أكتر، المفروض الناس تقلل الحركة أكتر. في ناس بتجهز للعيد متحركة في الشارع، يعني في حركة واضحة جدا في الشارع حتى داخل المنزل، محتاجين نعمل حسابنا زي ما وضحنا في حلقات سابقة إنه أصحاب الأمراض المزمنة، السكري والضغط والكلى وحتى أمراض القلب، محتاجين لعناية خاصة واهتمام خاص. وده كله دور مهم جدا وعظيم بيقوم به الأطباء، ودائما في كل حلقة بنوجه لهم كل التحايا. الجيش الأبيض بيقوم بدور كبير جدا، كل طبيب وكل طبيبة وأي كادر طبي هو طالع من بيتهم، طالع واهب نفسه للمواطن وللإنسانية وللعمل الإنساني ده، لأنه ما عارف لما يرجع، يعني ناس بيتهم قاعدين مكفولين في البيت وحافظين نفسهم، ما عارف لما يرجع من المستشفى بعد تعب 72 ساعة 48 ساعة عملهم بالساعات الطويلة جدا، ممكن يرجع معه الفيروس ولا ممكن يرجع وهو سليم وأفراد الأسرة يكونوا سليمين. دورهم كبير جدا اتجاه المجتمع، هم بيقوموا به على أكمل الوجه، دورهم كبير جدا داخل المستشفيات حتى في المنازل، دور التوعوي الكبير اللي بيقوموا به والوعي الكبير، محتاجين نحن نديهم أكثر من كده تقدير واحترام وتسهيل لكثير من الجهود اللي هم بيقوموا بها، تسهيل حتى للخدمات اللي بتقدم لنا احنا كمواطنين، المفروض هم يقدموا لهم في المقدمة، لأنه هم الخدمة اللي بيلقوها بيرجعوها لنا نحن بالمقابل. سمعنا كثير من الأحداث ممكن تكون هي حاصلة ضد الأطباء، وزي ما شاهدنا كلنا عبر السوشيال ميديا وعالم ما هو مفتوح، هي يعني صراحة هي تصرفات ممكن تكون مرفوضة تماما، لأنهم ما في يدهم حاجة يعملوها في ظل إمكانيات وظروف صحية موجودة عندهم في مستشفيات حكومية، ده المتوفر عندهم، إذا كان مستشفى مدرمان التعليم، مستشفى الخرطوم، مستشفى الشعب وغيره من المستشفيات دي عندها إمكانيات محدودة
في خلال الإمكانيات دي الطبيب هو بيتحرك على المتوفر في يده. وحتى شفت كثير من الأطباء أنا بعرفهم على المستوى الشخصي بيقوموا كلهم بيعملوا شيرينج مع بعض، بيجمعوا عشان يجيبوا حاجة ناقصة للمستشفى، أو بيجمعوا عشان يشوفوا الطبيب ده، أو عشان يشوفوا الممرض أو المرافق ده عنده حاجة ناقصة له. هم بيجمعوا على قدر الإمكانيات البسيطة اللي هي متوفرة لهم. عندهم ظروف بيئية ممكن تكون محيطة بهم صعبة جدا، وفي ظلها هم بيحاربوا وبيشتغلوا، بيقدموا لنا في خدمة كبيرة. المادة لو جاهزة نحن مجهزين مادة تحية هي للجيش الأبيض الأطباء، نتابعها مع بعض. وطننا 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 باسمك كتبنا رطننا. شكرا شكرا جيشنا الابيض، حتى الريت والكون تمدد وجهينا اخضر علشاننا. يا الافضالكم ما بتتعدى. شكرا شكرا جيشنا الابيض، شكرا جيشنا الابيض. يا الصابرين عند الله جزاكم، فيكم عشان الشعب تجدد رغم الضيق مدين ايديكم وتحملتوا وكنتوا تفرد. شكرا للكادر الصحي، شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونه مسهرانة. كل التقدير للجهود العظيمة التي تقوم بها كوادرنا الطبية والصحية لمواجهة جائحة الكورونا. شكرا جيشنا الأبيض. دي تحيات يمكن على مستوى كبير وعالي جدا، واحتراف من كل الجهات بالدور الكبير بقوم به والجيش الأبيض. وزي ما شفنا في الختام يعني دمتم للوطن عافية وسلامة، عافيتهم وسلامتهم من عافية وسلامة بقية المواطنين. كل ما نفقد نحن واحد من الكوادر الطبية لا قدر الله بالمرض بالكورونا، معناه احنا نفقد لنا كادر مهم جدا ما بيتعوض، يعني ما بنلقى لنا في مكانه أي شخص ممكن يعوض مكانه. فبالتالي محتاجين إن هم يحافظوا على نفسهم أكثر. حبدا بس أنوه وأعدل بس نقطة، إنه يعني زي ما أنا تابعت التقرير وزارة الصحة الاتحادية فأنا اعتقدت إنه ليوم الاثنين فقط، ولكن التعديل إنه هو التقرير الوبائي التراكمي لثلاثة أيام اللي هو يوم الاثنين 18 مايو، الثلاثاء 19 مايو، والأربعاء 20 مايو اللي هو ده لثلاثة أيام. كده ممكن المعدل يكون منطقي وما مخيف بفكرة إنه 410 حالة ليوم واحد فقط، ولكن دي لثلاثة أيام تم تجميعها اللي هو ده لحد يوم الأمس كان التقرير. فبالتالي الشيء المتوقع إنه بمعدل 100 وأزيد أو 100 وأقل أو أقل من 100 بشوية، ده تقريبا 100 وحاجه اذا 3 ايام، يعني نقول ما بين 120 120 ممكن يكون في اليوم الواحد اللي هو ده بيشابه التقارير الايام السابقه اللي هي كانت فيها 181 150، كل اعداد اعلى من 120 130. ولكن برضه محتاجين انه نعمل حسابنا كون انه اساسا في ضغط على المعمل، فدي حاجه ممكن تكون هي مخيفه. يعني تتوقع انه عدد كبير جدا هو العمل الفحوصات، يعني الفحص المعملي اليومي تم لعدد 727 موزعة على 4 معامل. يعني نشوف الأعداد الكبيرة دي اللي بتتوزع، فمعناه في ضغط فعلا على المعامل اللي هم ديل ما بين مخالطين وما بين حالات مشتبه فيها. المخالط ده بكون لازم بينتبه لنفسه أكتر، الأعراض ممكن تكون ظاهر عليه أكثر، حتى إذا كانت مقاومته عالية أو مناعته عالية بيكون في عرض أو عرضين، حتى إذا ما في عرض ظهر عليه واحد من الأعراض ممكن هو الفيروس يكون في جسمه، ممكن ينقله لبقية الأفراد اللي ممكن هم احتك بهم أو يتعامل معهم تعامل مباشر. فبالتالي الوقاية اللي بنقدر نحن نقدمها إنكم موجودين في المنازل، زي ما شفنا التحية للجيش الأبيض وهم لابسين لبس كامل موجودين في المستشفيات بالليالي الطويلة والأيام الطويلة
حتى الأطباء الكوادر الطبية الموجودة في المعامل، نتخيل الضغط الكبير اللي هو موجود عليهم، وهم بيفحصوا لعينات كبيرة جدا عشان العينات هي بعد كده تتفرز، يشوفوا ما بين إيجابي وما بين سلبي وشنو اللي بيحتاجوا له في المرحلة المقبلة. يعني محتاجين أنه نشعر بالمسؤولية بشكل أكبر من كده، خصوصا والعيد داخل علينا. عندنا كثير من العادات الجميلة اللي بنقوم بها نحن في العيد، ولكن محتاجين أنه نحن نستغنى عنها في العيد ده، نستغنى عنها في العيد ده عشان العيد البعده والعيد البعده نكون إن شاء الله سالمين وتامين، والحياة ترجع عندنا طبيعية ونرجع نتعامل على طبيعتنا زي ما كنا، والحياة ترجع بشكل طبيعي بعد العيد. ده بيحصل كيف؟ إذا التزمنا نحن في الفترة القادمة الجاي علينا دي، اللي هو كم يوم قبل العيد وأيام العيد. أيام العيد الناس كانت بتمشي الجوامع، بتطلع من الجامع، بتزور الأسر، وبنمشي الجيران، بنمشي الجيران، كثير من العادات، وطبعا في مصافحة، وبنمشي بيكون عندنا المصافحات كثيرة في العيد وبنعيد. فده محتاجين نحن نوقفه يا جماعة، نتجاوزه، نسلم من بعيد، يكون في التباعد الاجتماعي، الزيارة في البيوت بالجماعة دي نحاول نوقفها. حنمشي منصة الكورونا وحنشوف حديث الأستاذ فيصل محمد صالح، حنرجع إن شاء الله نعلق عليه. الدكتور أكرم علي التوم قدم تقرير عن الوضع الصحي، جزء منه يمكن قبل قليل هو استعرضه في الحوار اللي أجراه معه أستاذ لغمان مدير التلفزيون، لكن بشكل عام عبر عن قلقه من الوضع الصحي نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ إجراءات الإغلاق بالشكل الكافي، أدى إلى انتشار المرض بمعدلات أعلى وانتشاره تقريبا الآن في كل ولاية السودان. مؤكد أنه عندما بدأ فرض الإجراء الحظر الشامل كان في تحسن نسبي، لكن خلال الأسبوع الأخير حدث تراجع وعدم التزام بتنفيذه، ومجلس الوزراء وجه الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتنفيذ إجراءات الحظر كما كانت وبصرامة شديدة جدا. أيضا وزير الصحة طلب من مجلس الوزراء أن يصدر تعميم إلى الولايات المختلفة بضرورة إغلاق أي محلية تظهر فيها أعداد مزايدة من الحالات، لأن التجربة طبقت في بعض الولايات بالذات في النيل الأبيض وهي تجربة ناجحة. المحلية التي بها أعداد متزايدة من الإصابات يتم إغلاق لفترة حتى التأكد من خلوها من الإصابات. مجمل طبعا الآخر بيان صدر كان مبارح، فيه 137 حالة منها 99 حالة بالخرطوم وبقية موزعة على الولايات، ارتفع الإجمالي إلى 2728 حالة موجبة مصابة يعني بفيروس كورونا، الوفيات وصلت إلى 111 والمتعافين 286. في خطة موسعة بعد العيد تحدث عنها الدكتور أكرم في البرنامج، لن ندخل في تفاصيله الآن. تبقت أيضا تنوير، تلقينا تنوير من وزير المالية حول اجتماع أصدقاء السودان العقد يوم في مايو ده 7 مايو، شاركت فيه 27 دولة ومؤسسة، أمن على دعم الحكومة الانتقالية ورئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار والسلام، التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي، والعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الاجتماع رحب ببرامج الإصلاح الاقتصادي، بعض الدول أكدت التزامها بتقديم دعم مالي، ولكن الدعم الأكبر سيكون في المؤتمر الاقتصادي لشركاء السودان اللي حيعقد في يونيو في ألمانيا. أيضا سيركز على دعم البرنامج الاجتماعي لتعويض الإصلاحات الاقتصادية. نقطة أخيرة متعلقة بالامتحانات، لأنه في تساؤلات عنها وفي بعض البيانات المزورة كالعادة التي نشرت في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة لم يتم تحديد أي موعد للامتحانات. اليوم وزير الصحة، وزيرة التعليم العالي بروف انتصار صغيرون، وزير التعليم التربية والتعليم البروف محمد الأمين التوم عقدوا اجتماع ثلاثي ناقشوا فيه المسألة دي، وحيكون في اجتماع للوكلاء بعد العيد. المؤشر الأساسي هو الحالة الصحية، بمعنى أن الوزارتان وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم لن يتخذا أي إجراء يتعلق بفتح المدارس والجامعات أو إجراء الامتحانات ما لم تكون المؤشرات الصحية مطمئنة، ولذلك الأمر مرتبط بالوضع الصحي، بناء عليه سيصدر قرار. ما أريد أن أنقله على لسانهم الاثنين رسالة طمأنة إلى الأسر وإلى أولياء الأمور، عندما يتم اتخاذ قرار بتحديد موعد الامتحانات وغيره ستكون هناك فترة كافية من الإعلان إلى موعد الامتحانات، يعني ما حيكون في مفاجآت أو يقول للناس انزلوا الامتحانات الأسبوع الجاي. هذه رسالة مؤكدة ونحب أن نطمئن بها الأسر، لم يتم تحديد موعد حتى الآن. ستكون هناك اجتماعات مكثفة بعد العيد،
تستعرض الأوضاع الصحية وتطورات بناء عليها يمكن أن يتم تحديد مواعيد. سيكون هناك وقت كافي بين الإعلان عن المواعيد وبين مواعيد الامتحانات الفعلية حتى تستعد الأسر ويستعد الطلاب الممتحنين. أهلا من جديد. يمكن من منصة الكورونا كان حديث واضح، ولكن طبعا ظهر من بعده الأعداد الجديدة اللي هي كانت قبل 8 ساعات 3138 حالة و 121 من الوفيات، 309 هم المتعافين. حديث أستاذ فيصل محمد صالح واضح جدا فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة اللي هي الامتحانات، لأنه أغلب الأسر هي قلقة جدا بخصوص فكرة الامتحانات، ويمكن يعني الشيء متوقع أنه فعلا مثلا ما حيكون بيقول لك الامتحانات بعد بكرة، حيكون في فترة مثلا في تاريخ كذا الامتحانات حتكون. ولكن زي ما وضح سعادة الوزير في أنه المؤشر الأساسي هو الصحة، والهم الأساسي هو الصحة، يعني ما عنده مبرر أنه يكون في أعداد متزايدة والناس حتفتح المدارس وهتمتحن. الصحة هنا تخيلي لما نجي في مفاضلة بنلاقي أنه الصحة وصحة الأبناء هي أهم من الامتحان ونتيجة الامتحان. إن شاء الله بنتمنى أنه للوقت ده كله بعد العيد الأعداد تكون ماشي لأقل والوضع يمشي لأفضل، لأنه أسمع من حديث أستاذ فيصل يبدو أنه فعلا في عدم التزام من المحلات ومن كثير من الأماكن التجارية الفتحات إذا كان في الوسط أو في الولايات، وقدموا التوجيهات بأنه يكون في متابعة لإغلاق المحلات دي، لأنه أي تجمعات لأي عدد أفراد أزيد من 4-5 أشخاص في مكان ضيق ده كفي جدا بأنه يظهر المرض، حتى لو بعد أسبوعين 3 أو أكثر بيظهر المرض، وده بيجي طبعا الشخص اللي بيتحرك كثير هو ما بيقدر يعرف اصلا هو اخذ الفيروس ده من اي مكان. يعني اذا كان شاب بيطلع بيمشي النهار مثلا الدكان، اذا هو فاتح بالمسا بيجي يلعب، اذا كان كشتين او ضمنه مع اصحابه، ثاني بيجي يتحرك بيتمشى، بعد شوي بيمشي بيترسل السوق اذا فاتح، ما حيعرف هو نقل المرض اصلا من اي مكان، وما حيعرف اصلا اذا هو المرض عنده هو نقله لمنه ولكم شخص غيره من الأماكن اللي تحرك فيها دي على امتداد أيام طويلة لحد ما عرف المرض. الموضوع فعلا خطير، محتاجين ندخل في موده أكتر من كده ونستوعب فكرته ومرضه أكتر من كده. حنمشي نشوف الدراما، وبرضو عندهم دورهم الكبير جدا في توجيه كثير من رسائل التوعية، وبراهنوا كثير جدا على حب الناس للدراما السودانية وأيضا الدراميين المحبوبين عندهم شخصيات كبسور والدعيتر اللي هما دكتور فيصل أحمد سعد ومختار بخيت. حنطلع نشوفهم في العمل الدرامي القادم دي. الله يستر، كبسور جاي كاته كده. الحمد لله. الفضل ما شاء الله، الله يديك العافيه ويجي على المياس السبينا بين قدمك اين ما ظهرت. اي نعم يعني كل الاجراءات نعم. الله يديك العافيه. السبين كيف ماشي؟ تمام الحمد لله، كل شيء التعليمات والتوعيه كله ماشي تمام الحمد لله. يعني قصه القعاد في البيت دي كيف مالها؟ ما هو الناس لازم تقعد في البيت، يعني يقعدوا هاي ما في زول واحد يمر ولا زول. هاي كبسور شغلك ديك كيف؟ اها رزقنا زي ده ما بينقطع. ها ما هي ايام محدده، أوقات محددة. أي والله كلامك سمي، يعني قاعد البيت زاد ما عنده فايدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف كبسور؟ مرحب مرحب سؤاد، مرحب ست ست البنات، الحمد لله. والله العظيم قاعد الرجال معانا في البيت ده خسارة. كيف الكلام ده؟ لكن نعم شنو ما صحة بالنسبة لنا. سؤاد كلام كده كيف؟ القعدة في معاك في البيت ما خلق لكم زي ده إلفة، والراجل زي ده يقرب عليك ويقرب عليه ولاداته وبقى في محنة بينك. أي والله. أقول لك حاجة؟ لأول مرة أعرف إنه عنده وجن وشامة. ده كله كان طاشي منك ساي. ما كنت عارفة. بيجز والليل ينوم وزاد الصباح فجر يقوم للرزق، هسي بقيتوا قاعدين مع بعض، ده رزق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حاجاتي وينة؟ يا حنتي لك ربطت لك في الكيس. سمع. الله يديك العافية سؤال. يلا فوتك بعافية. ما شاء الله. أها. أها شفت كيف؟ قلت لي الحل كيف؟ الحل بالتليفون. يعني كيف بالتليفون؟
الزول يكون قاعد في بيته. اي يضرب تليفون يقول لك يا دياتر الو. اها الو دياتر. اي السلام عليكم. اها عليك الله، ده اللي رد لي سكر وده اللي زيت وده اللي بصل. اها عندك؟ ايوه انا اوصلهم له. توصيل له؟ ايوه ولا شي تليفونات الناس جت كله تكتب عندك. يا سلام يا كبسول. هاي والله اقول لك حاجه يا كبسول. والله انت حرام حرام تكون ما استاذ عندك بروفيسوريه. هاي ايوه انت عبقري. ايوه يعني يس كده انت عملت حاجه زي ما الدياتر ديليفري. الدياتر ديليفري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تمام؟ مرحبا. الله يخليك. مرحبتين. عايز رز وصلصه. عايز شنو؟ رز وصلصه. ايوه مرحبا. انت ساكن هنا؟ ايوه ساكن جنب الجامع. في الحيده؟ ايوه جنب الجامع هنا بس ما طولت. عندك تليفون وشاحن جديد سامسونج؟ ايوه ليه؟ ايوه سالتني. تنطيني تليفونك. وانا حاجاتك ديل اجيب لك في مكانك في بيتك. نضرب لك تليفون نظام ديليفري اديتر ديليفري. يعني لانه انا معقم. انت تكون معقم وانا معقم وكل زول في بيتك، كل زول يزيد مكانك. يا سلام يا اخي دي خدمات ممتازه يا اخي. طيب الله يديك العافيه. ده الكريت حقي. ما شاء الله ما شاء الله. اتصل علي انا سجل رقمك. تمام جاهزين. طيب شكرا لك. انت كريت. الله يخليك شكرا لك. الله يديك العافيه بارك الله فيك. شفت كيف؟ ايوه كده ده الكلام كده. القعاد في البيت مهم جدا لصحه الاسره والاولاد والوطن كله. ايوه يعني الناس تكون في حجر صحي. ايوه كل زول يلزم مكانه وينزل بيته. اي زول اذا يعني مثلا حسب اي حاجه ممكن هم يجوك في محلك. والله؟ والله يجوك في محلك. ايوه عبر الرقم. عندهم تليفون. صحيح انا ذات حافظه. ايوه كم؟ كم؟ يعني عندهم الرقم 90 90. ايوه اول رقم 221 221. ايوه يجوا في محلك. في محلك في مكانك. انت قاعد جوا بيتك. ما شاء الله ما شاء الله. شو الكلام ده كيف؟ ها؟ ما شاء الله. اجراءات. اجراءات. نظام. ها؟ ايوه. هاي. هاي سلام. لكن يعني اقول لك كلام والله دايتر. اي. انت زول ما سهل. يا سلام. ما شاء الله كثر خيرك. أيوة. وكمان اقول لك حاجه يا كبسول. انت ايضا رجل ما سهل. واي شخص يعتمد التعليمات وينفذها ويقعد في مكانه ويلزم بيته ايضا هو شخص غير سهل. يا سلام كش ماهر. يا ماهر يا عم دايما جنبك جنبي. الكمامه دي فاكيه من وشك مرة. البس الكمامه دي اوقت فيك. حاضر. انا ذاتي البس الكمامه. جيب يدينا. امسى امسى كده انت معقم. شفت الحاجات دي؟ ناس عمك جاب كريم. ايوه دارين حاجات ديليفري تودي لهم وتجي سريع. تمام. في ناس علويه وتايا وحليمه وناس محمد عرب. شفت؟ أيوة. محمد عرب تعرفوا قاعد؟ ايوه دي كلهم دارين حاجات ديليفري. امشي ودي زي وتعال. ازرعك. اي أهلا من جديد وكل التحايا للشخصيات الدرامية الجميلة جدا كبسور ودعيتر. وفي كثير من الرسائل المهمة جدا فيها التوعية وفيها حتى النصيحة وحتى معلومة ممكن يستفيدوا منها أصحاب البغالات. يعني لو سمح لهم إنه يكونوا مفتوحين اللي هم قبل الساعة 1 ظهر ممكن عشان ما يكون عندك ازدحام يجوا كل الناس القريبين منك يجيفوا عايزين يشتروا. أنت ممكن تفعل خدمة التوصيل والموضوع بسيط يعني ما صعب. بتكون عارف التكلفة والشخص المرسل بيكون عارف التكلفة وزي ما شفناه وحتى الشخص اللي هو مرسله لبسه الكمامة وخلاه يعقم. التعقيم ده حتى لو انت بالنسبة لك صعب، الصيدلية بعيدة، شايف انه التكلفة ممكن تكون عالية، ممكن عندك ليمون عندك خل او ممكن تغسل يديك بصورة يعني دايمة. اذا كان الشخص اللي حترسله ده قبل ما هو ماشي في ماسوره جنبك غسلت فيها يديك تمام بالصابون، مشيت سلمت الحاجات وجيت راجع حتغسل برضه يديك مره ثانيه. الشخص اللي عايزين يرسلوا له برضه الاكياس ايا كان مش خدمه التوصيل عفوا للدكان فقط، في خدمه توصيل مفعله كثيره. استلمت الكيس، الكيس ده ذاته انت ممكن تمسك فيه الفيروس وانت داخل على البيت صح؟ استلمته حاول عقم، وما عندك المعقم فضي اشياءك شيل الاكياس ارميها، اشياءك برضه حاول انت عقمها غسلها غسل ايديك. يعني لازم يكون في تركيز على التفاصيل الصغيره لانك ممكن تكون قافل نفسك انت
داخل المنزل، ولكن الفيروس يجيك من الطلبات اللي انت طلبتها واستلمتها، اللي هو من خلال الاكياس والاشياء اللي انت طلبتها. ممكن يجي شخص غيرك يكون مسك الحاجه، اذا كان صلصه زيت مسكها بيده، فده ممكن ياثر وينقل لك الفيروس يدخله جوه البيت. نهتم بالتفاصيل الصغيره عشان تحمي نفسك وتحمي اسرتك وتحمي ابنائك واطفالك الموجودين معك، وحتى ابائنا وامهاتنا الكبار اللي عندهم الامراض المزمنه محتاجين انه نهتم بهم اكثر من كده. حنطلع مع بعض فاصل قصير ونجي إن شاء الله نتواصل معكم في الفصل في الفاصل الآخر أو الثاني من حلقتنا لليوم. خليك في البيت. أهلا جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم خليك في البيت عبر فضائية الشروق على الهواء مباشرة. نتكلم عن كل ما يتعلق بالكورونا في أعداد المتزايدة نحن بنتابعها مع وزارة الصحة الاتحادية بشكل شبه يومي، وأيضا الأعمال الدرامية وكثير من الأمراض اللي عندها علاقة مباشرة بالكورونا والرياض وغيرها من التفاصيل اللي هي اللي عندها علاقة مباشرة بالكورونا اللي أصبحت واقع، ونحن لابد أنه نتعايش معه ومع الظروف الجديدة اللي أصبحت مفروضة على السودان وعلى كل العالم. أيضا كثير من الأمراض نحن تكلمنا عن أنه عند يعني في أمراض مزمنة، فبالتالي بتكون أنت الأكثر عرضة للإصابة بالكورونا، وممكن يكون في إشكالية في المعالجة أو العلاج وغيره من التفاصيل. حتكلم أيضا عن الجزئية دي مع الدكتور عماد الفضل استشاري الباطنية. دكتور عماد بكل الكرو العامل في قناة الشروق وكل المشاهدين اللي بيشاهدوا القناة الجميلة. مرحبا بك يا دكتور عماد. بارك الله فيك. الله يخليك. يا ريت لو كلمتنا عن انتوا تتكلموا عن كورونا. طبعا احنا كان افضل طبعا انا اكون بشاهد في الحلقة عشان اشوف مين اللي اتكلم، لكن انا اقدر اديكم فكرة عن الكورونا. تفضل. سريعة كده. زمان لما بدت الكورونا على اساسنا طبعا عبارة عن فيروس ميت اللي هو الدي ان ايه. بعد شويه الناس تكلمت انه بيصيب الرئه والاشياء القلاده كلها، والناس عارفين الاعراض والحاجات دي. صحيح. لكن الجديد في موضوع كورونا يا جماعه، الايطاليين دي لما مثلوا الناس كتار قاموا شرحوا الجسد بتاعت الوفيات بتاعت كورونا، فوجدوا فصوليه مختلفه في موضوع الكورونا ده. شنو؟ وجدوا انه الكورونا ما بيهاجم الرئه مباشره، وانما بيهاجم الكريات الحمراء. الكريات دي بتشيل الاكسجين من الرئه وبتخرج وتوديها للاعضاء الجسم كلها وبترجع الكربون دايكسايد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. وجدوا ان الكورونا بيتحاجم محل الاكسجين ده بتحتل المكان ده، فبتبدأ الكريات ما بتقدر تنقل الاكسجين ولا بتقدر تشيل الكربون دايكسايد من الرئه توديه، فبتحصل تجلطات من نقص الاكسجين، تجلطات صغيره المايكرو ترومبايز. التجلطات الصغيره دي هي سبب المشاكل الكبيره في كل اجهزه الجسم، فيا في الرئه وبتحصل اكثر واحد لو حاله لما يصور الرئه بيلقى فيها كانه في حاجه زي السحاب كده او زي. طيب يا دكتور، في البعض بيتوفى وفي البعض بيتعالج وفي البعض ما بتظهر عليه اعراض، الفرق بيكون في شنو بعد المهاجمه اللي بتحصل للكريات الحمراء دي؟ انا كنت حاجه للنقطه دي لو تبرت لي ثواني بس انا اوريك الحاصل شنو. فبتحصل شنو؟ يعني هذه الكريات المكتلوسيين ده بيشيل كل اجهزه الجسم في القلب. في الكبد، في الكلى، بتتغير وظائف الكبد ووظائف الكلى والحاجات دي كلها بتتغير. فحتى لو جانا زول بعرض قلب واحنا شاكين فانه كورونا جاي بعرض قلب، فبنعمل تحليل حي اسمه التروبونين. نجانا في الحاجات الثانيه، نحن كيف نحدد ده كورونا وما كورونا؟ الاعراض فيها متشابهه في الملاريا وفي الانفلونزات. لكن الكورونا طبعا مختلفه شويه. فالكورونا فيها مشكله زي ما انت قلتي، ممكن الانسان نقولها كمخالط لشخص اخر حتى لو ما ظهرت هو اعراض، في ناس مختلفه في المناعه. لكن شنو، انا لما نزول اشتكي لي من الحمى العاليه دي والكحه والعطاس والحاجات دي، مرات تغيير في حساسيه الشم والذوق، لما انا اشك في الموضوع ده فبعمل عشان ما يمشي مستشفى ساي والناس تشك في انه عنده كورونا، يضطر يقفلوا الطوارئ، وثاني اي مريض باي حاله ما لها علاقه بالكورونا ما حيقدر يدخل. فنحن بنعمل كالاتي، لازم يكون عندنا مراكز خارجيه تحدد من الاحتمال يكون عنده كورونا ومن ما عنده، عشان توجه الانسان حسب الوجهه، يا في مراكز الحج
يا في المستشفيات طوالي بتاعت علاج الكورونا نفسها عشان تبقى عشان ما تلخبط الدنيا في المستشفيات كلها تتقفل. فشنو في تحليل ممكن الاطباء يستفيدوا منه برا المستشفى اللي هو السي بي سي اللي هو صوره الدم عامه كده. فانت اول ما تحلل السي بي سي ده اللي هو بتلقى في نقص شويه في الكورونا في الليمفوسايت اللي هي الخلايا اللي بتدافع عن الجسم اللي هي خلايا الدفاع بتاعتنا. بتلقى في نقص مع انه كل الفيروسات الاخرى بترفع الليمفوسايت ده الوحيد اللي بينقصها. ولو حللت الدم بتلقى في زياده في نسبه اسمها الفيريتين اللي هو مخزون الحديد. فبتشوف طوالي في الكورونا مع الاعراض والحاجات دي وبتوديش مريض طوالي للعلاج عشان انت ما تحوجه لا لعنايه مركزه ولا لتنفس اصطناعي. بتكون عرفت السبب والسبب ده احنا ممكن يعني نحاول نقلل من الاعراض والمشاكل بتاعته. وانا عندي بروتوكول علاجي في الموضوع ده بقول لكم بعد ثواني. ايوه. فالمهم في الموضوع المهم في الموضوع انت ممكن اذا ما تبعت تباعد مكاني، انا ما بقول تباعد اجتماعي، لا تباعد اجتماعي ممكن بالتواصل الاجتماعي تباعد مكاني او جسدي في داخل بيتك برا في اي حته. لو ما عملنا الحاجه دي، لو ما عملنا احتياطاتنا بالكمامات، لو ما عملنا كل الاشياء دي خاصه للناس اللي جو من مناطق قد تكون موجوعه او فيها حالات، واهم من ده كله الاهتمام بالنفايات الطبيه اللي كانت ليها علاقه بعلاج المريض المادي الكورونا ولا الخرج بالكورونا سواء ابر سواء حتى الحاجات الشراشه حتى الحاجات الغطوه حتى ملابسه. حتى لو مشيت دفنته الناس شالوا لازم يكون بطريقه معينه عشان الحاجات دي كلها ممكن تكون مشكله كبير جدا. نعم. في نقل الكورونا وفي حاجه مهمه جدا زي ما قلت لكم برضه العمله والاسواق والحاجات دي. أيوة. فلازم نحن نعمل احتياطات معها. جاتنا الكورونا تاكدنا انه ده كورونا او احتمال. انا عندي راي خاص انه انت اذا انت ما بتقدر تحلل لكل البشر اللي بيظهروا لك ده، يعني الليله بس 400 وشويه حالات. ما بتقدر تحلل الناس كلهم. اذا انت شكيت فيها افضل تاخذ الريجيم طالما ما حيضرك في حاجه. افضل تاخذ الريجيم لحد ما تصل الجهه اللي تجيك وزاره التحليل. انا عندي بروتوكول لو عندكم الرغبه تسمعوه اقوله لكم. ايوه نسمعه. ورايك شنو؟ نسمعه. ايوه بروتوكول علاج زي ما قلت. ها؟ بروتوكول علاجي قلت مش كده؟ بروتوكول علاجي. طيب وانا اعتقد اكثر من 60 يتكلموا عنه في فرنسا بالمناسبه، يتكلموا عنه في المانيا. ايوه البروتوكول بتاعي ده. البروتوكول كالاتي، قد يكون في ناس يستعملوا حاجات مشابهه له. اول حاجه الاسبرين ضروري جدا لانه هو مضاد للبليتليت اجريجيشن، تجمع الجلطات اللي بتحصل لو انت اديت الاسبرين بيكون هو مضاد للتجلطات. فتاخذ اسبرين جرعه خفيفه 100 ملغ الصباح و100 ملغ المساء بعد الاكل، بشرط ما يكون عندك ارتفاع في الضغط شديد او عندك مشاكل في السيوله عشان ما يتعارض. البروتوكول الثاني عشبي، القرص حقنا البسيط يا جماعه ملعقه صغيره مسحونه دي، ويعمل كل سبل الوقايه الممكنه يعني. نعم. والتباعد الاجتماعي والحاجات دي كلها. بعدين لما ترسل لك ملايه اللي زول عنده كورونا وتنفضه انت بتنقل المرض يا اخوانا. الحاجه دي مهمه، العمله دي ممكن تنقل المرض زي ما قلت لكم، الاسواق الحاجات اللي بتشتريها. وبعدين حكايه الاطفال ما بيجيون المرض دي، الكلام ده سعدي بدوا ينفوه لانه ظهرت حالات الاطفال في الصين وظهرت معها امراض اصابت الاطفال امراض خطيره جدا. الطفل يموت بسكته دماغيه فجاه او يجيه حاجه اسمها الكواساكي. الكواساكي ده مرض بيجي في الاوعيه الدمويه بتاعت الاطفال. او حاجه اسمها المتلازمه التنفسيه اللي هي فيروس بيسموه ريسبيريتوري سينسيشن فايروس، ده فجاه يظهر مع الكوفيد ويعمل لنا مشاكل كبيره جدا في الاطفال. فنحن برضه اطفالنا نمنعهم من انه يتجول من مكان دكتور ممكن واحد من البيت. معلش ما عايز اقاطعك، لكن البروتوكول العلاجي ذكرته ده ممكن وقايه ولا هو ده العلاج بعد الاصابه؟ وقايه وعلاج الاثنين. الانسان اللي هو اسبرين وقرط وقلت علاج. وانا اكثر من 60 شخص، انا اقول لك اكثر من 30 40 بيبقوا كويسين بالبروتوكول بتاعي. ايوه. فانا اعتقد نحن هسه في مرحله التجريب، لانه الفيروس يا جماعه جديد علينا وعلى الاطباء كلهم. صحيح. وجديد، ونحن عندنا مرحله تجريب لكل حاجه. نعم. هسه الرئيس الامريكي كان بيستخدم الكلوروكوين، هسه حيوقفه بكره او بعد بكره. ليه؟ لانه لقى انه حيستمر لينتين في الوقايه. نعم. والكلوروكوين اثبت فعاليه في بعض الاوقات واثبت فشل في بعض الاوقات. نعم. ومخاطره كبيره. نعم. في ناس في دول استعملت ادويه مختلفه اللي هو الريمدي سيفير او الافغان او الادويه اللي استعملت الطبيه. أيوة. او حتى على حسب ممكن يكون المتوفر في كل بلد وعلى حسب الاحتياج وطبيعه البلد والطقس والظروف والحياه الناس وغيره من الاشياء. انا بشكرك جدا دكتور عماد الفضل الاستشاري الباطنيه، يعني قدمت لنا معلومات مهمه جدا من بدايه تشريح ال الوفيات اللي هم توفوا بها الكورونا لحد ما عرفت انه الفيروس مش بهاجم الرئه زي ما ذكر لنا دكتور عماد، ولكن
الكريات الحمراء اللي هي بتمد الرئة ممكن بالأكسجين، وده بيمنع وصول الأكسجين للرئة وبيؤدي للوفاة في بعض الحالات. ورانا أيضا بروتوكول العلاج اللي هو إسبرين 100 ميلي جرام الصباح زي ما ذكر، وبعد كده المساء الجرد برضو معلقة مسحونة الصباح والمساء، وزنك زي ما أنا سمحته أو حبة من الزنك إذا كان سمعته صح. دي أشياء ممكن تكون هي متوفرة وموجودة في الصيدليات وما صعبة، وزي ما قال مش تأخذ الحاجات دي وتطلع تقول أنا خلاص حميت نفسي وتتحرك زي ما أنت عايز، لا، بعد كده أنت تتبع سبل الوقاية المهمة. ده بوضح لنا زي ما هو طبيب وغير من الأطباء بوضح لنا خطورة المرض ده، بوضحوا لنا أنه لو اتعاملنا باستهتار ممكن نصل لأي مرحلة هي كارثية. لسه قدامنا أيام وشهور ما عارفين إحنا ممكن نحصل فيها شنو. لما سمعنا بالكورونا ما توقعنا أنه تصلها، ولما ظهرت أول حالة ما بين مصدق وما بين مكذب لحد عشرات الحالات الناس هي ما مصدقة، ولكن أصبح هو واقع، وما كنا متخيلين أنه في مقبل الأيام ممكن نصل للعدد الكبير 3138 حالة، وما كنا قايلين حنفقد 121 شخص هم اللي توفوا. ما معروف برضو في الأيام المقبلة شنو ممكن يحصل لنا، ولكن كل الناس بتعمل حساب أكتر وبتلجأ لربنا سبحانه وتعالى وبتتضرع جدا في الدعاء له، وبتقوم برضو بالاحتياطات اللازمة. ده كل ممكن احنا نكون في يدنا وبنقدر نقدمه. الجوانب الاجتماعية أدينا برضو مساحتها في أنه لازم نستغنى عن كثير من التفاصيل الاجتماعية اللي كنا احنا بنقوم بها، المقالدة والسلام والمصافحة ودخول الجار من الجار هنا، الأشياء دي نحن نقيف منها. الجوانب النفسية برضو عندها مساحتها، ولا بد أن يكون عندها وقفة نسبة للضغوط النفسية والكبيرة جدا اللي بتكون على المواطنين الحاجرين نفسهم في المنازل، على المريض، على أسرة المريض. فبالتالي عندنا وقفة نفسية، ومعنا عبر الهاتف دكتورة عيشة متوكل استشارة علم النفس. مرحبا بك يا دكتورة، رمضان كريم عليك. الله يخليك، رمضان كريم، ويكون سنة طيبين. وانت طيبة ان شاء الله. يا رب نتقبل الصيام والقيام وعلى يعني عدم التزام اغلب الناس بالحجر ده انهم يكونوا موجودين في المنازل، بيشوف انهم والله بيقول لك نحن زهقانين، زهقنا من القفله. فعموما في زي الضغط النفسي كده والتوتر يعني حاصل على الناس او اغلبيه الناس. في ناس متيقنه وصابره ويعني متفهمه الوضع ومتعايشه معه تماما، وفي شريحه اخرى ما مستوعبه. فالضغوط النفسيه الحاصله على بعض الناس وعلى الاطفال، كيف ممكن نحن نتجاوز المرحله دي؟ خصوصا ان الحظر يتمدد وما معروف بعد ما يتمدد ممكن يحصل شنو تاني. والله العظيم يا رشا، يعني ان شاء الله، يعني انا استنفر في الشعب السوداني يعني الوعي والنظره الايجابيه للموقف. يعني احنا قبليها كنا بنتكلم عن انه الناس ابتعدت عن بعض والناس يعني مشغوله شديد والناس جاريه والناس مضغوطه، لكن انا عارفه وبتفهم يعني انه الضغط لانه مستنفر من ان الحاجه يعني كانه الناس شايفاها الزاما عليهم على حسابات، خصوصا انها التوقيت بتاعها جاء في ايام مفترض فيها احتفاليات وفيها يعني الطقوس الخاصه بها حاجات وكده. ايوه، موسم رمضان اللي هو ارتبط عند الناس بالتواصل والناس برضه بيشوفوا بينظروا لها من الناحيه الدينيه الصلوات وكده، لكن الناس برضو تنظر لها من ناحية أنا أفتكر إنها مسؤولية فردية تجاه نفسك ومسؤولية مجتمعية تجاه الآخرين. الليلة الخاصية بتاعت الكورونا ذاتها، ما الإنسان بس مسؤولية نفسه هو، أنت بتنشر العدوى للآخرين، ممكن يكون أمك، ممكن يكون أختك، ولدك، يعني شنو الناس فعلا بتثبت يعني مدى وعيها ومدى المسؤوليات تجاه الاخر. واحنا المفروض منها نقول احنا اكثر الناس الليله اذا في خاصيه بتاعت الناس تحب لبعض الخير والناس تقف مع بعض، والسند هو بتوصفات سودانيين. صحيح. لكن للاسف الشديد انعكست بصوره سلبيه في زمن الكورونا اللي هو احسن اكثر الناس حوجه لسند بعض. ابسط حاجه يعني انت يعني بتريها حولك وحاجه مؤسفه، يعني حتى في الاشد الناس حوجه لما صح ممكن
اقل المواقف ان هو شنو تقليل الضرر تجاه الاخر الهام مينيميزيشن ولا يعني انت تقلل الضرر ما هو لابد الزول حيضطر يطلع يقضي حاجاته واللي هي المسؤولين وفروها بساعات معينه الناس تقضي حاجاتها لكن منظر يعني ظهر تخلي الزول يقف عندها تلقى الناس ملتزمين بلبس الكمامه لكن بالكمامه يعني زي ما انت افتتحتي الفقره ما خلوا السلام بالاحضان ما خلوا الكلام ما خلوا الوقوف جنب بعض يعني ظاهره بالجد يعني انت التباعد المسافات ده هو مهم وحاجه علميه وفي الحظر ده اذا الناس هي بتستنفذ في بعض الناحيه الدينيه هو من لب الاسلام من رب قول الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا سهر الطاعون في ارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها يعني الناس لازم تقلل الضرر تجاه بعض الضغط النفسي بيجي من زي ما قلت لك انه الناس شايفه انها مكفوله انه لما يشوف حاجه مفروضه عليك زي النفس البشريه يعني بحس انه هم عايزين يطلعوا عايزين كده بالعكس يعني ولكن بظروف يمكن ذاته كثير من الناس اتاثرت وفي حالات كثيره صحيح. يعني الناس عايشتها اذا ما في الزول في الاسره تكون تسمع عنه كده اللي هي منها بالضغط النفسي بيخلي الزول يعني عايش حاله رعب الناس ممكن يزيد حاله انه ممكن 200 المرض حيجي ولا ايوه اللي هي لانه شنو التلقي بتاع الاحداث بعدين كل الاخبار يعني بتوحي بالسلبيه والموت كانه بيعاين للناس فدي كرده فعل فيها ضغط نفسي رهيب لكن التعامل معاه برضه يكون بالايجابيه الناس ممكن الحاجه المثبته يعني يكون في متنفس منها ممكن واحد نص ساعه ساعه يقضيها في الرياض ان شاء الله التمشي لكن تحتفظ بالقوانين التباعد ايوه الالتزام بها طيب يا دكتور ايوه ارتداءك يمكن ماما تباعدك من الناس التواصل اليومين دي متاح حتى بوسائل الوسائط الاجتماعيه ممكن بالتليفون صحيح تشوف ممكن بواتساب كول تشوف الزول اللي قدامك فالناس تلتزم عشان نطلع منها اقوياء ان شاء الله يا رب ويلا جوا البيت في كثير من الحاجات الزول ممكن يعني يقوم بها تجاه الاخر مع الاطفال انت ذكرت الاطفال ايوه دخلوا معنا في المناشط دي أيوة. طيب يا دكتورة برضو يعني أنا عشت كثير من الحالات هم اتصابوا بالكورونا وحجروا نفسهم في منازلهم الواحد بيكون يعني مكفول في غرفة براو لمدة أسبوعين ثلاثة لحد ما يعمل فحص الكورونا الأول والثاني والثالث وتأكد أنه النتيجة سليمة برضو بكونوا تخيلين مضغوطين يعني أنك تكون مكفول ما بتتعامل مع شخص يعني عندك كثير من الالتزامات اللي عليك المهمة جدا عشان تحمي بها نفسك وأسرتك كلمين عن الفرد ده برضه اللي بيكون محجور في المنزل وهو مصاب بالكورونا ده. والله يلا الانسان لما يكون محجور هو عليه يعني ضغوط من نواحي عديده غير انه يعني معزول من الاخرين عليه التوجس بتاع الاصابه نفسها الاعراض الجسديه عليه بتنسي الضغط النفسي عليه اللي هو الخوف من المجهول مصيره هيطلع منها ما هيطلع منها لما يسمع الحالات المآلات اللي يعني تقول له فبيكون في قلق نفسي رهيب يعني تجاه الحاله نفسها زائدا عليه خوف انه هو معزول الوحده بيكون معزول طبعا ما في تواصل مع العالم الخارجي فدي ضغوط كثيره لكن برضه الناس ممكن يعني تتعامل معاها بانه ان شاء الله هو يعني او نمرة واحد هو التزم بابعاد نفسه وتقليل المضار للاخرين دي ممكن تكون مردوده ايجابي تجاه مسؤوليته تجاه الاخرين وتجاه نفسه اولا. الحاجه الثانيه ممكن برضه يوجد لنفسه يعني بيقول انشطه ان شاء الله يعني ذهنيه انشطه قد ايوه قدامه التلفزيون يشوف حاجات يعني ايجابيه ممكن يتواصل مع العالم الخارجي زي ما قلت لك بالتليفون بالواتساب يعني شنو هسه احنا التواصل مع عبر الوسائط الاجتماعيه بقى يعني صوتي مرئيه ومسموعه الرسائل فهمت شنو وممكن برضه بالتمارين يعني لو شويه من الرياضه يعني وكذا وبعدين يلتزم بانه يعني في كثير الحاجات برضه من الناس المصابين ما التزموا بالحجر في ناس بتسمع انهم صحيح.
ايوه طلعوا من الحجر هربوا، ناس مشوا منه عشان يأدوا يعني برضه ده كده بضر يعني المجتمع اكتر. الاعتبار الاجتماعيه مشى واحد لعزه ورجع بالجد، يعني الناس تقدرت الموقف. الحاجه دي ما هي بس ما في شخص اصلا بيلوم لزول يا دكتور عيشه. ايوه انا بشكرك جدا على الاخرين لان الكورونا المفروض يكون يعني شويه يتنحى من ناحيه النظره السلبيه اليوم. صحيح. والوصمة يعني ما هي ما في وصمة وما يعني. نعم ما بيحتاج انه يكون في وصمة، بالعكس لازم الناس تعرف عشان تعمل حساب اكثر. انا بشكرك جدا دكتورة عيشة متوكل استشاري علم النفس. والحقيقة بنقول انه ما مشيت البكاء، ما مشيت مناسبة، ما مشيت باركت ولا عزيت ولا غيره، ما في شخص بيلومك لانه احنا في الظروف استثنائية عالمية على مستوى العالم مش السودان فقط. يعني ما في شخص يقول لك ما عملت ليلة ولا ما عزيت، التليفونات قاعدة في ايدين الناس، انت ممكن تتصل تتواصل مع اي شخص وانت قاعد في بيتك وفي مكانك. نحن وصلنا لختام الحلقة، وصلنا أيضا لختام البرنامج، كنا معكم على امتداد الشهر المبارك في نقل يمكن يكون مباشر من منصات الكورونا من مختلف المناطق، وزارة الصحة الولائية وغيرها من الأماكن المختلفة بتقدر تمدنا بالمعلومات الأولية عن الكورونا، ونقلنا لكم بكل شفافية وبكل وضوح. وصلنا للختام وختام الحلقة، يعني البرنامج انتهى ولكن الكورونا هي لم تنتهي، وما معروف في مقبل الأيام ممكن نحصل شنو. نلتزم وأنا بلتزم لكم على الهواء إنه إن شاء الله أكون ملتزمة تماما بكل إجراءات السلامة من وقاية ومن كمامات، وإنه أكون في تباعد اجتماعي كبير جدا عشان نعيد. لو ما حصلنا عيد رمضان ولكن إن شاء الله عيد الضحية كلنا نحن سالمين وتامين وما ناقصين ولا شخص، كلنا نحتفل بالعيد بكل طقوسه الجميلة السودانية البحتة السمحة. بتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، ودمتم دائما إن شاء الله سالمين وتامين، وأشوفكم إن شاء الله على خير. في أمان الله وحفظه. في السودان الذي ارتفع فيه اجمالي الاصابات بفيروس كورونا، السودان الابيض يعمل ليل نهار على تقديم افضل الرعايه للمصابين بهذا المرض، و86 دوله في العالم. تتسع دائره انتشار فيروس كورونا وتستمر عمليات حصد الاصابات الجديده في الدول المختلفه. ففي الصين شنغال اعلنت لجنه الصحه ان العدد الاجمالي للاصابات. كورونا فيروس فتاك، كورونا كارثة وموت وهلاك، كورونا فيروس فتاك، كورونا كارثة وموت وهلاك. عشاننا لازم تقعد في البيت، وعشان أحبابك والحواليك، عشاننا لازم تقعد في البيت، وعشان أحبابك والحواليك، ما عاوزين ننغزون ونندم ونندم، وعشان الجيش المناسيك، الجيش الأبيض روح بالديك، وعشان الجيش المناسيك، الجيش الأبيض روح بالديك، ما عاوزين ننبوزون ونندمون.